أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس على ابتدائي، أهلا بكم على قناتكم اعرف وتعلم. النهاردة معانا درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو النص المعلوماتي التجارة على مر الزمان. وهنعرف في الدرس ده يا أولاد تعريف التجارة، كمان هنعرف أهمية التجارة للحياة الإنسانية وإمتى بدأت، كمان هنعرف تاريخ تطور التجارة، وهنعرف أنواع التجارة وأهمية التجارة للاقتصاد الوطني. فيلا يا أولاد مع بعض عشان نبدأ قراءة وشرح الدرس. تعد التجارة وسيلة من وسائل التبادل التي يستخدمها الناس في تبادل المنافع والسلع الضرورية. تعد يعني تعتبر، ووسيلة ووسائل، العلاقة بينهم إيه يا أولاد؟ إن وسيلة مفرد ووسائل جمع. يبقى التجارة وسيلة من وسائل التبادل. التبادل اللي بيستخدمها الناس في ايه؟ في ان هما يتبادلوا المنافع، ومفرد المنافع المنفعة والسلع الضرورية، السلع الأساسية اللي بيستخدمها الإنسان من مأكل ومشرب وملبس. كما أنها تعد، وإن تعد يعني تعتبر، من أكثر الأنشطة التي مارسها الإنسان قديما. يبقى التجارة دي من الأنشطة الاقتصادية اللي مارسها الإنسان قديما، ودي بتجي صح وغلط. تعد التجارة من الأنشطة التي مارسها الإنسان حديثا، طبعا غلط، أمال إيه؟ قديما، والتي كانت سببا في حدوث تطورات كبيرة للحياة الإنسانية. يبقى التجارة دي خلت يبقى في حدوث تطورات في حياة الإنسان. ويعود تاريخ التجارة إلى 10,000 عام قبل الميلاد. قبل الميلاد يعني قبل ميلاد السيد المسيح. يبقى بدأت التجارة إمتى؟ من 10,000 سنة قبل الميلاد، حيث كانت آنذاك متركزة على تربية المواشي والمتاجرة فيها لكونها من أبرز الموارد الغذائية. يبقى حيث كانت آنذاك، آنذاك يا أولاد يعني في ذلك الوقت، كانت التجارة متركزة على تربية المواشي. طب يعني إيه المواشي؟ المواشي هي الإبل والجاموس والأبقار والأغنام والماعز والمتاجرة فيها، يبقى كانوا بيربوها ويتاجروا فيها. طب اشمعنى المواشي بالذات في الوقت دون من 10,000 سنة قبل الميلاد؟ عشان هي كانت من أهم الموارد الغذائية اللي بيعتمد عليها الإنسان، زي ما بنشوف كده إنهم كانوا بيشوا طبعا الإيه الأغنام والماعز، وكانوا بيستخدموا طبعا الإيه اللحوم بتاعتها في غذائهم. يبقى لما يجي يسألك هنا ويقول لك ما أهمية التجارة للحياة الإنسانية، إنها أدت أو كانت سبب في حدوث تطورات كبيرة للحياة الإنسانية. متى بدأت معرفة الإنسان بالتجارة؟ هتقول له من 10,000 عام قبل الميلاد. مع مرور الوقت ظهرت عمليات المقايضة. يبقى مع مرور الوقت ظهرت عمليات المقايضة. طب إيه هي المقايضة دي؟ المقايضة دي يا أولادي هي تبادل سلعة بسلعة أخرى، أو سلعة بخدمة معينة. يعني ايه الكلام دون؟ يعني انا مثلا عندي سكر وانت ما عندكش، بس انت عندك ايه؟ رز مثلا، فانت هتديني الرز وانا هديك السكر. يبقى احنا كده ايه؟ عملنا عملية مقايضة. ممكن تكون المقايضة زي ما احنا قلنا، ان واحد بيعمل خدمة لواحد مقابل سلعة. زي لحد قريب يا اولاد كان الحلاق في ناس بتتفق معاه، وخاصة في القرى، ان هو يحلق لهم طول السنة مقابل مثلا اردب رز أو غلة أو ذرة أو الكلام ده. كمان وإحنا صغيرين كان عربيات الجيلاتي ممكن تاخد له بيضة وتديها له ويديك جيلاطية، اللي هي طبعا إيه بتبقى موجودة برضو في القرى. يبقى المقايضة هي تبادل سلعة بسلعة أخرى، ولكن اعتمادها على وجود رغبة بين الطرفين أدى إلى فشلها. يبقى عمليات المقايضة دي فشلت. طب كان إيه السبب يا أولاد؟ لازم إن العمليات دي بتعتمد على وجود رغبة بين الطرفين، يعني لازم أن يكون الطرفين محتاجين الحاجة. يعني أنا مثلا عندي زي ما أنا قلت عندي رز، أنا محتاج السكر اللي عندك. طب أنا لو مش محتاجه هيدنه عندي، وهكذا. يبقى كل واحد لازم الطرفين يكونوا عندهم نفس الرغبة، إن دي ياخد الحاجة اللي عندي ده ودي ياخد الحاجة اللي عند ده. فأنا لو فرضت إن أنا مثلا عندي سمك وأنت عندك وليكن مثلا فراخ، وانا مش عايز السمك،
ودي مش عايز السمك ودي مش عايز السمك، فيحصل ايه؟ هيبوظ عندي. فدي طبعا ادى الى ايه؟ فشلها، وادى الى ظهور بعض العمليات التجارية الجديدة. بدأت عملية تجارية جديدة بدل نظام المقايضة ده يظهر، زي ايه؟ المتاجرة بالاصداف وبعض الاغراض الثمينة كوسيلة للتبادل التجاري. بدأت تظهر المتاجرة بالاصداف، يعني انت محتاج حاجة تشتريها، تاخد مجموعة من الصدف وتروح تديها للي بيبيع لك الحاجة وتاخد الحاجة دي، او بعض الاغراض الثمينة، او حاجات ايه تكون غالية عندك موجودة تديها له، وهو يديك طبعا برضو الايه السلعة اللي انت محتاجها. وما ساعد على استخدامها، اللي ساعد على استخدام الاصداف دي يا اولاد، انها تنتج بشكل طبيعي موجودة في الطبيعة. بس فيها عيب يا اولاد. ايه هو العيب؟ ان عددها محدود. ايه كمان؟ ان هي صلبة. صلبة يعني ايه؟ يعني يصعب تشكيلها. يعني احنا عندنا مثلا الذهب والبرونز والنحاس والفضة، زي ما هنشوف بعد كده، دي معادن ممكن ان انا اشكلها، اعمل منها ايه؟ دنانير ودراهم وعملات. اما الاصداف دي فصعب تشكيلها لانها صلبة، الا ان انتاجها بشكل محدود جعل الناس يفكرون في استخدام المعادن. يبقى اولا انتاجها محدود، قلنا بعد كده ان هو يصعب ايه تشكيلها بسبب صلبتها. فبدأ الناس يفكروا في استخدام المعادن. زي ايه يا اولاد المعادن؟ زي الذهب والبرونز والنحاس والفضة، لتوفير قدر من المرونة، يعني من السهولة للحصول على مختلف السلع. يبقى انا عايز اشتري حاجة، يكون معايا ذهب او برونز او نحاس او فضة، فابدأ ان انا اشتري الايه السلعة اللي انا محتاجها. وبدأ بذلك الاستخدام الاولي للعملات الايه المعدنية. بدأ بعد كده بقى تظهر الايه العملات الايه المعدنية، زي ما بنشوف اللي هم طبعا كان بيحطوها في الايه في الاكياس القماش، زي الدراهم والدنانير كده. لما يجي يسألك بقى ويقول لك لماذا فشلت المقايضة في الاستمرار؟ لأنها تعتمد على وجود ايه؟ رغبة بين الطرفين. السؤال الثاني، لماذا استخدم الناس المعادن بديلا للأصداف؟ لأن تنتج بشكل محدود، وزي ما قلنا ان ايه يصعب تشكيلها لأنها صلبة. على الصعيد التجاري ظهرت بعض أنواع التجارة القديمة. زي إيه بقى؟ سلع زي إيه اللي إيه ظهرت؟ وتجارات زي إيه ظهرت قديما؟ تجارة الحرير والأقمشة والورق والبارود. البارود يا أولاد هو اللي بيستخدم في صناعة الأسلحة. يبقى ظهر بعض التجارات القديمة زي إيه؟ زي ما قلنا حرير، أقمشة، ورق، بارود. كما ظهرت الأسواق التجارية البسيطة. بدأ يظهر إيه بعض الإيه الأسواق الإيه التجارية، بس بسيطة، بيتم فيها البيع والشراء داخل مكان زي قرية مثلا أو مدينة. بعد ذلك بدأت التجارة تتخذ الطابع الخارجي. يبقى بدأت التجارة تتخذ الطابع الخارجي إمتى؟ مع زيادة القوافل عبر الطرق التجارية. لما بدأ يبقى في قوافل تجارية بين البلاد، ودي طبعا مذكور في القرآن الكريم يا أولاد في سورة قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى كان في رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، ودي طبعا مع زيادة الإيه القوافل عبر الطرق التجارية. يبقى لما يجي يسألك ويقول لك اذكر بعض أنواع سلع التجارة القديمة، هتقول له زي الحرير والأقمشة والورق والبارود. كيف بدأت التجارة الخارجية؟ ازاي بدأت التجارة الخارجية؟ هتقول له مع زيادة القوافل عبر الطرق التجارية. مكملين مع بعض يا أولاد الصفحة الثانية. مع العمليات الاستكشافية للعديد من مناطق العالم، أصبحت العمليات التجارية أكثر مرونة. بعد ما بدأ في استكشاف للكثير من مناطق العالم، أصبح في عمليات تجارية أكثر سهولة بين الدول والقارات، وصارت هناك رحلات موسمية تجارية. بدأ يبقى فيه رحلات موسمية، يعني في الصيف أو في الشتاء زي ما احنا قلنا، أو في الأشهر المختلفة. وتلك الرحلات تم بسببها عقد كثير من الاتفاقيات. بدأ يبقى فيه اتفاقيات بتتعقد بين الدول،
وبين البلاد. ومن ثم ظهرت بعض الشركات التي ظلت تتطور لتصبح جزء من الواقع التجاري. ده خلى ان في بعض الشركات تظهر ويبقى لها مكانة كبيرة في الواقع التجاري، زي مثلا يا ولاد شركات زي ايه، مثلا التليفونات زي نوكيا وسامسونج وأوبو وغيرها من شركات المحمول. في السيارات مثلا زي مرسيدس وتويوتا وغيرها برضو من أنواع السيارات. عندنا كمان في المشروبات زي كوكاكولا وبيبسي وغيرها من الماركات العالمية. وهو ما أدى إلى ظهور قوة تجارية عالمية ضخمة مع مرور الوقت. بدأ يبقى في إيه؟ قوة تجارية عالمية ضخمة يعني كبيرة مع مرور الوقت. السؤال هنا، ما أثر الرحلات الاستكشافية والموسمية في تطور التجارة؟ أدت إلى إيه؟ عقد كثير من الاتفاقيات وظهور الشركات الضخمة. كيف ظهرت الشركات التجارية؟ الشركات دي ظهرت إزاي؟ طبعا إيه؟ بسبب عقد كثير من الاتفاقيات بين الدول. للتجارة أنواع، وهنا نتعرف على أنواع التجارة. سميناها التجارة الداخلية، وهي التي تحدث داخل البلاد، وكذلك التجارة الخارجية. الخارجية دي يا أولاد بتبقى بين بلد وبلد تانية. وهناك نوع آخر من التجارة ظهر حديثا، وهو التجارة الإلكترونية، ودي بيتم عبر الإنترنت. يبقى احنا عندنا ثلاث أنواع من التجارة: داخلية داخل البلد، خارجية بين بلد والتانية، زي مثلا بين مصر والسعودية أو مصر والإمارات أو أي بلد والتانية. عندنا كمان آخر نوع، التجارة الإلكترونية، ودي بيتم من خلال الإنترنت. يبقى لما يجي يسألك ويقول لك هنا على الجزء ده، ما الفرق بين التجارة الداخلية والخارجية؟ هتقول له إن التجارة الداخلية بتحدث داخل البلد أو داخل البلاد، أما التجارة الخارجية فتكون بين دولة وأخرى. ما الوسيلة التي تتم من خلالها التجارة الإلكترونية؟ طبعا عن طريق الإنترنت. آخر جزء يا ولاد معانا بيقول للتجارة دور مهم في تنمية الاقتصاد. التجارة لها دور مهم في زيادة الاقتصاد بتاع الدولة، فضلا عن يعني زيادة عن تغييرها للعالم بدفع الإنتاجية ونشر التكنولوجيا الجديدة وجعل المنتجات أقل تكلفة. يبقى التجارة بتعمل إيه؟ بتدفع الإنتاج وتزوده، تنشر التكنولوجيا الجديدة، بتجعل المنتجات أقل تكلفة، تخلي المنتجات طالما موجودة فهتبقى التكلفة بتاعتها إيه؟ قليلة. فهي تشكل عاملا بالغ الأهمية، يعني كبير الأهمية بالنسبة للتمويل، وتقدم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية. البلدان النامية يعني البلدان الفقيرة، حيث تعتمد عليها في تأمين السلع الضرورية. فالبلدان النامية بتعتمد على التجارة في توفير السلع الضرورية يعني الأساسية دي من خلال التجارة، كما تعتمد مستويات الادخار والاستثمار فيها على حصيلة التبادل الخارجي. يبقى الاستثمار في التجارة والادخار في التجارة بيعتمد على حصيلة التبادل الخارجي، يعني انت بتصدر حاجات اكتر ولا بتستورد. لذا علينا أن نهتم بالتجارة، عشان كده لازم نهتم بالتجارة ونرفع حصيلتها، يعني نخلي الصادرات بتاعتنا أكبر من اللي احنا بنستورده، نظرا لأهميتها الكبرى في تنمية الاقتصاد الوطني. لأن طبعا انت لما بتصدر الحاجات دي بيجي لك عملة صعبة اللي هي طبعا الدولارات، فده بيعمل على زيادة وتنمية الاقتصاد الوطني. يبقى ما تأثير التجارة على أسعار المنتجات؟ بتجعل المنتجات أقل تكلفة. لماذا يجب علينا الاهتمام برفع صلة التجارة؟ نظرا لأهميتها الكبرى في تنمية الاقتصاد الوطني. بكده يا أولاد نكون انتهينا من شرح النص المعلوماتي التجارة على مر الزمان. استنوني على قناتي أعرف وتعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.